ياسين رسميا أم محتمل أم قريب من الرسمي هذا الخبر؟ قد بالأمس لم تكن مؤكدة ولكن اليوم مؤكدة 100%. أيوة. رباح سعدان سيكون هو المستشار الأول للمدرب المنتخب التنزاني الجزائري عادل عمروش. الاتفاق هذا نظن يكون تم في الساعات الأخيرة، يعني رباح سعدان راح يكون يعني هو المستشار الأول لعادل عمروش، راح يعني يمد له النصائح والتجربة تاعه اللي خذاها في القارة الإفريقية ومشاركته مع المنتخب الوطني في عديد المنافسات. طيب هذا الاختيار ليس غريبا ربما وليس صدفة، لأن عادل عمروش جزائري ومنذ مارس الماضي يدرب المنتخب التنزاني، ولديه أيضا يعني في طاقمه جزائريين، يعني لديه أكثر من اسم، فهذا الاختيار يبدو متوقعا وإن كان يعني مفاجئا، لأن رابح سعدان ابتعد عن التدريب وعن هذه المهام منذ فترة. شوف قد رابح سعدان منذ فترة هو ابتعد صح عن الملاعب، ولكن صح بقى يتبع يعني المعلومات، يتبع كرة القدم، وهو ما كانش حاب يروح مباشرة إلى الملعب للتدريبات، ولكن حاب يمد التجربة تاعه. كان يعني داهر حب نظام في فترة من الفترات في وفاق صيف كان حاب يدير هذه التجربة كمستشار، ولكن الأمور ما نجحتش. ولكن نظن عادل عمروش يعني للمشاركة الثالثة للمنتخب التنزاني في كأس إفريقيا كان يعني يشوف ويخمم على شخصية بإمكانها تساعده في تحليل اللقاءات، في معاينة يعني المنتخبات اللي راح يلعب واسمه معها. نظن التجربة اللي موجودة عند رباح سعدان يعني هي اللي مكناته يعني باش يعمل معه في الفترة. هذا من جهة. أيوة. انا قادة لمعلوماتك فقط، كنت تحدث بالامس مع رباح سعدان متواجد بالجزائر، قلت له واش المهمة تاعك مع عادل عمروش؟ قال لي اتصل بي عادل عمروش مثل ما اتصل من قبلي بالاخضر عجالي وهو بوعلي يعني دمع الطاقم الجزائري. قال لي انا اقترح عليا باش نعمل معاه في الفترة هذه خاصة في كأس إفريقيا للأمم. قال لي وعطيت له يعني كما يقول لك الموافقة، وانا راح نكون معه يعني رسميا في الطاقم تاعو على الاقل لمعاينه المنتخبات، ويعني يعني هي مهمه مقتصره على كاس افريقيا على تنزانيا في كوت ديفوار. طبعا قد لانه اليوم المنتخب التنزاني ما ننساوش قد انه كان متواجد في مجموعه المنتخب الجزائري وتاهل في اخر جوله بعد عودته بالتعادل. هذه ثالث مشاركه له قد في كاس افريقيا. نظن المنتخب هذا ما عندوش تجربه كبيره، كان يحوس على نظن شخصيه كبيره يعني اللي بامكانها انه على الاقل تمد لهم هذه التجربه. واليوم قد ان الحاجه اللي ما نفهمهاش ربما كنت سمعت في الأسابيع الماضية التقني بوعلام شارف قادر قال تصريح مهم ومهم جدا، قال أنا مازال مانيش فاهم لماذا الكرة الجزائرية ولماذا الاتحاد الجزائري يعني منذ سنوات يعني ما يستنجدش برابح سعدان على الأقل في المديرية الفنية، في يعني تحليل اللقاءات، تقديم المعلومات، خاصة وأنه شارك في عديد الكؤوس الإفريقية.